الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى سنة 76 و300 بعد الألف، وهو شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. وما زلنا مع كتاب البيوع، ومر بنا بعض شروط صحة البيع، وهي شرط التراضي، الرضا، رضا البائع والمشتري أو المتعاقدين بشكل عام، الرضا، والبلوغ والرشد، اللي هو أن يكون التكليف، يكون مكلفا عاقلا بالغا راشدا، هو أيضا البائع والمشتري، وأن يكون مالكا للشيء الذي يبيعه يعني. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا يكون غرر، وذكر لا يكون فيه ربا. وهذه الشروط اصطلاحية بين أهل العلم، هم أنه يعني لا يصح البيع موجود مثل هذه، أو عدم توفر مثل هذه الأمور، يعني عندما يكون أحد المتبعين غير بالغ أو غير عاقل أو غير راشد أو غير راضي، أو يكون البيع فيه جهالة، أو يكون غير مالكا للمبيع الذي يبيعه، أو غير مالك المال الذي دفعه، يمكن المال الذي دفع شيء آخر يعني أنه يبقى في ذمته، لكن المبيع أن يكون مالك المبيع الذي يبيعه، ألا يكون هناك ريبة، ألا يكون هناك غرر. فالقصد أن هذه شروط ذكرها المؤلف، وقال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن الشروط أيضا ألا يقع العقد على محرم شرعا، وهو إباحة المبيع أو المعقود عليه، أن يكون المعقود عليه مباحا، ألا يكون محرما شرعا. قال: إما لعينه، يعني محرم لعينه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. هذه أصلا يقول يعني بعضهم يعبر عنه، يقول أن يكون مالا محترما، بعض أهل العلم يقول يعبر عنه بمال محترم. فهنا هذه ليست أموال محترمة، أو ليست مالا أصلا، لا تعتبر مالا. الميتة لا يجوز بيعها، وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها، والخمر والمعازف هذه كلها لا يجوز بيعها، وبالتالي لا يصح البيع، لا يصح البيع. لابد أن يكون المبيع مباحا، يعني مما يباح بيعه. أما هذه أي شيء محرم، مخدرات على الصحيح، السجائر، الدخان، كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها لأنها محرمة. فكل شيء محرم لعينه فإنه يحرم بيعه، وبالتالي لا يصح العقد. قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش، هذه كلها أيضا محرمة، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. والبيع على بيعه هو أن يشتري سالم مثلا بضاعة ما، وهو في ما زال في خيار المجلس، يعني ما زال عنده الخيار، فيأتي أحد فيقول له: رده على صاحبه وأنا أبيعك إياه، يعني نفس هذه البضاعة بسعر أقل، هذا بيع على بيع أخيه. وكذلك الشراء على شرائه، إذا اشترى شيئا ب10 دنانير فأنت تأتي للبائع وتقول له: رده وأنا أشتريه منك ب12 مثلا، هذا أيضا محرم، لأن فيه إيذاء للمسلم، فيه إيذاء للمسلم. كذلك النجش، النجش وهو أن يأتي يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها، بل مما يعني استغربته بالأمس، جاءني أحد وسألني، قال: هو لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري في النجش، عفوا، لا يرفع السلعة لكي يغر، يقول: صاحب الملك هو الذي يدخل ويسوم، بعد صاحب السلعة يدخل ويسوم معهم عشان يرفع السلعة، ليس طرف ثالث، لا، صاحب السلعة، يعني هذا غش زيادة.
والعياذ بالله. فهذا النجش كذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من الرقيق. هذا في موضوع الرقيق، طبعا الآن ما في رقيق الآن، لكن في السابق في المستقبل هناك رقيق عبيد. كذلك لا يفرق بين الأم وابنها أو الأم وبنتها في البيع، يعني لا يقطع الأرحام في البيع، تكون الأم مع ابنتها. ما يكون الذي يشتري الأم شخص في بلد مثلا أو في حي، والذي يشتري البنت في حي آخر، يفرقون بين الأم وابنتها، هذا لا يجوز. هذا في بيع الرقيق، أنهم لا يفرقون بين ذوي الأرحام. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم أو يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق كذلك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا علمت أن أنت تبيع مثلا سكاكين، أدوات يعني طبخ وكذا، ومنها السكاكين أواني، وهذا جاء يريد سكينا، وأنت سمعت أو رأيت في عينه أو علمت بأي طريقة أنه سيأخذ هذه السكين ليقتل بها أحدا، لا يجوز لك أن تبيعه السكين. كذلك لو كنت تبيع بنادق مثلا ومسدسات وكذا، وهذا جاء ليشتري مسدس للصيد، يجوز. لكن يريد أن يشتري مسدس وبلغك أنه يريد شراءه ليقتل أحدا، لا يجوز بيعه هذا المسدس. رجل أراد أن يشتري عنب، يجوز بيعه، لكن علمت بصورة أو بأخرى أنه يريد هذا العنب ليصنع منه خمرا، لا يجوز بيعه، وهكذا. فالقصد أن الأمور بمآلاتها، فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد من هذه البضاعة التي يشتريها منك معصية الله، فلا يجوز لك أن تبيعه، لا يجوز لك أن تبيعه، لئلا تدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا فعل الإنسان ذلك يكون قد تعاون على الإثم والعدوان العياذ بالله. طبعا يقول هنا الجوز والبيض، في السابق كانوا يستخدمونه في القمار، الجوز والبيض يستخدمونه في القمار، لكن ممكن لو الزهر مثلا في القمار، لو كان في أي شيء في القمار، يعني ساعات أو أي شيء، المهم أن مآله إلى محرم، فإنه لا يجوز أن يعان على ذلك، لا يجوز أن يعان على ذلك. نعم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب هذا في السابق، قد يكون الآن أيضا، لأن أهل البادية هم الجلب. أهل البادية عندما يأتون إلى الحاضرة يبيعون ما عندهم من إبل أو غنم أو ماعز أو فراء أو صوف أو إقط أو غيرها من أو لحم، المهم يأتون يبيعون ما يملكون، يعني بيعه، ويشترون من الحاضرة ما يحتاجون إليه من تمر أو قمح أو شعير يستفيدون منه أو ملابس. فالمهم أن يكون هذا يعني نوع من تبادل السلع بين أهل البادية وأهل الحاضرة، وأهل البادية لا يعرفون الأسعار في الحاضرة، فالأصل أن ينتظر صاحب البادية حتى يدخل السوق ويعرف الأسعار ثم يبيع بناء على ذلك. لكن عندما يتلقى أحد في الخارج قبل أن يدخل السوق، قبل أن يعرف الأسعار، طيب تلقى أحد في الخارج يقول: تعال كم تبيع هذه الفراء، كم تبيع هذه الإبل، كم تبيع هذه الغنم، كم تبيع هذه الإقط مثلا أو كذا، بكم تبيع، ويعطيه سعرا جيدا، لكنه في النهاية أقل من سعر السوق، لكن صاحب البادية يغتر بهذا السعر ويظن أن هذه هي الأسعار فيبيعه. فهنا خسر صاحب البادية لأنه باع بأقل من سعر السوق، ثم كذلك تضرر أهل السوق لأن هذا يعرف السوق تماما، فيأتي ويبيعه بأسعار مرتفعة على أصحاب السوق.
لكن فيتضرر أهل السوق. لكن لو انتظر صاحب البادية حتى يدخل إلى السوق ثم يتساوم الناس عليها ويتزايدون، الناس كلهم عرفوا السعر المطلوب، وهو كذلك قد استفاد أنه باع بسعر أعلى من السعر الذي تلقاه صاحبه به خارج البلد. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، أن يتلقى الجلب أو بيع الركبان يسمى، هذا منهي عنه، لأنه كما قلنا فيه من الضرر على صاحب البضاعة اللي هو أهل البادية، ليس فقط أهل البادية، حتى الذي يأتي من خارج من حاضرة، من حاضرة إلى حاضرة لا يدري عن أسعار هذه البلاد. فالمهم أنه لا يتلقى الجلب بغض النظر الجلب من أين جاء، فهذا منهي عنه، لأن الضرر يقع على صاحب البضاعة ويقع على أهل السوق أيضا، ويستغل ذلك كله المتلقي، المتلقي يستغل ذلك ويوقع الضرر إما على صاحب البضاعة وإما على أهل السوق وإما عليهم جميعا. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وهذا صحيح، الغش محرم بكل صوره، لكن الغش له صور. أحيانا يكون الغش شيئا يسيرا لا يؤثر في صحة البيع. مثال: رجل اشترى سيارة لكن فيها التكييف مثلا ضعيف، مثلا خلنا نقول ما فيها غاز أو فيها تهريب أو كذا، لكن هذا شيء جانبي في السيارة ليس هو الشيء الأساسي في السيارة، كالكهرباء والمكينة والأشياء الكهربائية والميكانيكية وكذا، فشيء يعتبر شيئا يعني ثانويا نوعا ما، لكن غشه خاصة إذا باعها في الشتاء مثلا وكذا وقلت تكييف بارد، هذا أكيد ما راح يجرب مثلا، واشتراها ثم لما جاء الصيف تبين له أن التكييف ضعيف جدا، أو غير ذلك من الأمور. على كل حال المهم أن الغش يسير، هذا لا يؤثر على صحة البيع، لا يؤثر على صحة البيع. فلو علم المشتري بعد ذلك أنه قد وقع عليه غش في هذا البيع فهو مخير بين أمرين: إما أن يرد المبيع على صاحبه ويأخذ ماله ويدفع قيمة الفترة التي استخدم فيها هذه السيارة، استخدمها فترة مثلا، طيب، أو أنه يأخذ الفرق اللي هو يسمونه القرش، عوضني كم تصليح المكيف مثلا، قال تصليحه يكلف 50 دينارا وأجرة العامل الذي يصلح مثلا 20 دينارا مثلا، طيب فيعطيه 70 دينارا، يسمونه قرش الغش أو قرش الخداع أو قرش النقص، يسميه ما شئت، طيب المهم تعويض عن الخسارة، يبي يصلح يبي يحطهم جيبه كيفه، لكن أنه يعوض بهذا الأمر. فهنا إذن البيع نفسه لا يفسد ولكن يعوض. الحالة الثانية وهو أن يكون الغش في شيء مؤثر، في شيء مؤثر، يعني قل أنا ما أفهم بالسيارات، لكن يقول لي أحدهم يقول اشترى سيارة المكينة نفسها مضروبة خربانة، المكينة سيئة، يقول يضعون زيتا ثقيلا في المكينة بحيث حتى الذي يفحصها لا يتبين له ذلك إلا إذا كان ذا خبرة مثلا، ولا الأصل إن ما يظهر هذا في الفحص، تظهر المكينة سليمة ما فيها شيء، بعد مدة أسبوع أسبوعين شهر الله أعلم كم المدة تظهر هذه المسألة ويظهر هذا العيب المكينة، وهذا معناه أن السيارة كلها ما تسوى شيء الآن. فهذا غش في السيارة مؤثر، فهذا أيضا له أن يعيدها على صاحبها، يعيدها إلى صاحبها. طبعا واحد يقول شو اللي يثبت على موضوع قضاء، لكن نتكلم لو كان فيها دين يعني ويدين في هذا، يقول نعم أنا بعته، نقول ترجعها عليه، ترجعها وتعطيه المال الذي دفعه لأنه وقع غش في هذه المسألة. نعم. قال ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
الناس يعني يتحايلون، احيانا يتحايلون على بعضهم، واحيانا لجهلهم وقلة دينهم يحاولون ان يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذا من جهلهم وقلة دينهم. الله سبحانه وتعالى لما حرم الربا تحايل عليه البعض في بيع اسمه العينة، بيع اسمه العينة، فيأتي هذا يقول له مثلا أقرضني 1000 دينار على أن أعيدها لك 1200، هذا ربا صريح، هذا ربا الأجل أو ربا النسية، طيب أسدد لك بعد مدة 1200، هذا ربا واضح. فيقول له لا هذا ربا ما يجوز. قال طيب ما الحل؟ أنا محتاج 1000. قال طيب وأنا عندي 1000 لكن أيضا ما أستطيع أعطيك 1000 وترجع 1000، يعني أنا ماذا أستفيد؟ أنا لست يعني بيت زكاة ولا يعني محسن من المحسنين، أنا تاجر أيضا، أنا ماذا أستفيد؟ أنا أذكر أنا مرة طرحت فكرة على بعض الشركات الكبيرة جدا في رأس مالها، فقلت لماذا لا تضعون مبلغا من المال للقرض الحسن يستفيد منه الناس؟ قال لي أنا ما لجنة خيرية أنا تاجر، شنو أحط 20,000؟ قلت مو 20، قلت 20 مليون، أنا قلت أحط 20 مليون قروض حسنة. قال أنا ماني لجنة زكاة أو لجنة خيرية أحط 20 مليون قرض حسن. قلت له هذه مساهمة مجتمعية. قال مساهمة مجتمعية على عيني وراسي، بس لا أنا عندي مساهمين يبون أرباح يبون كذا، ما أنا مستعد أسوي هالشيء هذا. فالقصد أن هذا يقول له كذلك، يقول له أنا ما أنا مستعد أسلفك 1000 وترجع 1000 لو بعد سنة أو سنتين، طيب أنا بالعكس أتضرر. قال طيب ما الحل؟ قال الحل شوف عندي هذه البضاعة، طيب تشتريها مني 1200 مقسطا، تشتريها مني 1200 مقسطا. قال أنا لا أريد البضاعة. قال اصبر شوي اصبر. قل قبلت. قال قبلت، صارت ملكك الآن هذه البضاعة، وأنا كم أطالبك؟ 1200. قال صحيح. قال أنا الآن سأشتريها منك 1000 نقدا تبيع؟ قال ها. قال أنا أشتريها منك الآن 1000 نقدا تبيعني إياها؟ قال يبيعك إياها. قال خذ هذا 1000 وأعطني البضاعة، كم أطالبك؟ طالبني 1200 بس خلصني. هذا ربا، بل قال بعض أهل العلم قال أشد من الربا، فيه تحايل على الله والعياذ بالله، يعني التحايل أشد من الشيء الصريح. فهذا بيع العينة، وهو أن يبيعه شيئا ثم يشتريه منه باتفاق، ثم يشتريه منه بسعر أعلى، بسعر أقل عفوا، يبيعه مقسطا بسعر ثم يبيعه في النهاية كأنه إيش؟ أعطاها 1000 على أن يعيدها 1200، واضحة جدا. فهذا بيع العينة، هذا بيع العينة. البعض يرى الآن مثلا قضية المرابحة أو التورق مثلا، يرى البعض أن هذا شبيه بالعينة، وهو أن يأتيه يقول له مثلا تشتري هذه البضاعة لي 10,000، أخلها 1000 دام مشينا على 1000، تشتريها لي 1000 وتبيعني إياها 1200 مقسطا، اللي قاعد يصير الآن بالشركات. طيب هذه يسمونها بيع مرابحة، لكن للأسف يعني في كتب الفقه لما تقرأ عن بيع المرابحة يختلف يعني كتسميات اصطلاحات، هذه يسمونها بيع مواعدة في كتب الفقه. بيع المرابحة في كتب الفقه عندما يقولون بيع المرابحة يقصدون فيه أنا عندما أشتري هذه البضاعة، هذا القلم الآن أقل بضاعة، أشتري هذه البضاعة، هذا القلم مثلا اشتريته ب100 دينار، اشتريته ب100 دينار، إما أن أبيعه ب120، هنا إيش ربحت 20 دينارا،
وإما أن أبيعه برأس ماله. توهقت فيه ما عجبني ولا كذا، برأس ماله. طيب واضح؟ هذا اسمه تولية، تولية برأس ماله. وإما أن أبيعه بخسارة، اللي تشوفون هذا التصفية، يقول لك تصفية المحل، يبيع بخسارة يعني أبيعه بثمانين، هذا بيع نقيصة، بيع نقيصة. إذن الحالة الأولى لما أبيعه بمئة وعشرين هذه مرابحة، هذا بيع مرابحة، ربحت فيه عشرين. لما أبيعه برأس مالي هذا بيع تولية، فك الفك كما يقال، لا ربحت ولا خسرت. لما أبيعه بثمانين هذا بيع نقيصة، نزلت من خسرت، يعني بيع خسارة لكن خسارة أهون من خسارة، بدل ما ينزل إلى عشرين وأربعين على الأقل بعته بثمانين، خسران فيه لكن تخلصت منهم. طيب إذن عندنا بيع مرابحة وبيع تولية وبيع نقيصة. فالمرابحة هو أن أذكر للمشتري، أقول هذا القلم اشتريته بمئة وأبيعك إياه بمئة، ربحي فيه مئة وعشرين، ربحي فيه عشرين، يعني أبيعه بمئة وعشرين ربحي فيه عشرين. هذا المرابحة في كتب الفقه يذكر بيع المرابحة. أما الذي يحدث الآن وهو ما يسميه الناس والبنوك وكذا يسمونه بيع المرابحة، هو في الأصل بيع مواعدة، بيع مواعدة، وهو أن يأتي يقول له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ولا أملك ثمنها، وقيمة هذه السيارة 7000 وأنا لا أملك أن أدفع 7000. طيب المراد قال تشتريها لي نقدا وتبيعني إياها مقسطا، قال وتشتريها أنت حتى ما أنا ألتزم بشرائها ثم لا تشتريها وأنا يعني أتوهق بسيارة أضطر إلى امتلاكها وأنا لا أريدها أصلا، فتعطيني وعدا أنك تشتريها؟ يقول نعم أنا أشتريها منك بالسعر الذي تقول. قال طيب شوف أنا سأشتريها 7000 نقدا، ثم أنت تشتريها مني 7800 مقسطا، موافق؟ قال موافق. هذا وعد بالشراء، هذا وعد بالشراء. فإذا اشترى هذا التاجر هذه السيارة 7000 نقدا ثم باعها على الذي يريدها 7800 مقسطا، هذا يسمى بيع مواعدة، بيع مواعدة، بشرط أن لكل منهما أن يتراجع. يعني هذا التاجر بعد أن اشتراه 7000 جاءه هذا المشتري قال يلا نسوي المعاملة، قال لا لا أنت ليش؟ والله السيارة عجبتني أنا سأخذها لي، شوف لك سيارة ثانية. قال لا أنت وعدتني وكذا، قال روح اشتك، محاكم مفتوحة، القاضي لا يستطيع أن يلزمه بشيء. صحيح يعني أدبا خلقا دينا الأصل أن آية المنافق 3 إذا وعد أخلف، صح ولا لا؟ هذا وعد وأخلف، نقول فيه صفات المنافقين لكنه كعقد ما يستطيع القاضي أن يتدخل، يقول وعدك وأخلف، إيش سوي له؟ يقول وعدك وأخلف، لا أستطيع أن أصنع له شيئا. فيملك التاجر هنا ألا يبيع، والعكس صحيح، بعد أن يشتريها التاجر 7000 يملك الطرف الثالث اللي قال اشترها لي بثمانية وأنا أشتريها منك 7800 أن يأتي يقول غيرت رأيي لا أريدها، غيرت رأيي ولا أريدها، لا يملك أن يلزمه، لا يملك أن يلزمه بذلك. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. لا يملك قضاء، لا يملك قضاء دينا خلقا أدبا، نعم يلزم الإنسان كلمتك عيب ما يصير، وهذه من صفات المنافقين إذا وعد أخلف، لكن قضاء، نتكلم عن قضاء. الكتب الفقه لا تتكلم عن أخلاق ودين وكذا، تتكلم عن صح وغير صحيح، واضح ولا لا؟ نعم. فيقول لا يلزم بالشراء منه إذا اشتراها، واضح الصورة إن شاء الله. نعم، هذا ذاك يسمى بيع مواعدة، بيع مواعدة. فإذا هذا المشتري الطرف اللي قال اشترها بسبعة وأنا أشتريه من 800 مثلا، بعضهم ماذا يفعل؟ يلتزم هذا الطرف مع صاحب الملك الأصلي، يدفع له مثلا عربون، يقول خذ هذه 100
100 دينار وأنا أنهي المعاملة مع هذا التاجر أو هذه الشركة تشتريها منك وكذا وخلاص، وهذا اعتبرها من المبلغ. هذا لا يجوز، لأنه ليس بينهما علاقة أصلا، هو لا بائع ولا مشتري منه، المشتري التاجر هناك وهذا يشتري من التاجر، يعني لا علاقة بين هذا وبين صاحب الملك. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فلا يجوز له أن يدفع شيئا له ولا أن يعني يتفق معه يقول بيعها له وأنا أشتريها منه، ما في مانع، لكن أن يدفع شيئا يلتزم بشيء معه لا شأن له به، لا علاقة أبدا بين هذا المشتري الطرف الثالث وبين صاحب الملك أصلا. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، قلنا أنه لا يلزم التاجر أن يبيعها على الطرف الثالث الذي أو الطرف الذي أراد أن يشتريها. الأمر الثالث، لا يلزم الطرف المشتري هذا أن يشتري من التاجر، ممكن يغير رأيه، فلا يجوز له أن يوقع عقدا مثلا قبل شراء التاجر، يجب أن يشتري التاجر أولا ثم هو يشتري من التاجر. أما يوقع مع التاجر قبل أن يشتري التاجر، هذا التاجر باع ما لا يملك. قلنا مر بنا من شروط صحة البيع أن يكون مالكا للمبيع، فهذا باع ما لا يملك، فما يصح البيع هنا. طيب، بعض الناس ماذا يقول؟ هذا التاجر مثلا يقول هو أصلا ما اشتراها لنفسه، اشتراها ليبيعها، وهذا شغل التجارة. ما في تاجر يشتري بضاعة عشان لنفسه، يشتريها ليبيعها. لكن فرق بين تجارة هو يشتريها ليبيعها، هو يختارها، في تجارة لأن الناس تطلبها منه، اشتري لنا ذلك ونشتريه منك، فلا فرق، جائز من هذه الناحية. لكن يبقى أمر، يقول البعض أنا إذا اشتراها التاجر، أنا أعرف شخصا مثلا اشترى بيتا وجاءني يشتكي، يقول أنا اشتريت أو ذهبت إلى هذه الشركة أو التاجر، قلت له أنا أريد أن أشتري هذا البيت. قال طيب، قال ولا أملك أن أدفع نقدا. قال طيب، قال اشتريه لي وأنا أشتريه منك. قال شوف، ذاك الوقت طبعا قديم السالفة، قال كم يسوى البيت؟ قال يسوى 180,000. قال تاجر خلاص أنا أشتريه 180,000 وأبيعك إياه 220، موافق؟ مقسطا على 10 سنوات، موافق؟ قال موافق. فالتاجر ذهب واشترى هذا البيت، ثم بعد ذلك صاحبنا هذا غير رأيه، قال للتاجر أنا غيرت رأيي، لا أريد أن أشتري البيت. قال كيف؟ أنا اشتريته لأجلك. قال طيب، وأنا غيرت رأيي، وأنا غيرت رأيي، لي ظروف، صارت لي ظروف ما أستطيع أن أشتري هذا البيت. فهنا هذا التاجر لا يملك أن يلزمه، لا يملك أن يلزمه. فهذا جاءني يشتكي، يقول قال للتاجر، قال طيب أنت دام فعلت هكذا أنت في القائمة السوداء، ما يجوز لك أن تتعامل معنا ولا بدينار لأنك خلفت الموعد. يقول ليش يحطوني في القائمة السوداء؟ قلت عذرهم، أنت خائن، وعدته فأخلفت، إيش تبي يسوون لك يعني؟ واضح؟ فهنا البعض ينزعج، يقول لماذا يضعني التاجر في القائمة السوداء؟ نقول من حقه، لأنك لم تلتزم بالوعد فيضعك في القائمة، هذا حق للتاجر، هذا حق للتاجر أن يضعه في القائمة السوداء بسبب هذا العمل الذي قام به. ومن ثم صار الناس يلعبون على التجار أو الشركات هذه، فيذهب إلى صديق عنده مثلا سيارة، السيارة تساوي 3,000، فيقول ما رأيك أشتريها منك بـ7,000 وانتقاسم حنا المبلغ. قال طيب، فيذهب إلى التاجر أو الشركة أو البنك، فيقول تعال أنا أريد أن أشتري السيارة فلان بـ7,000. قال تشترونها لي بـ7,000؟ قال طيب كم تشتريها؟ نبيعك إياها بـ8,200. قال ما عندي مانع. فيشترونها بـ7,000، هي ما تسوى له 3,000، فيشترونها بـ7,000، ثم بعد كده هذا يقول إيش؟ غيرت رأيي، أريد أن أنسحب. فيأخذ الـ7,000 صاحبه ويعطيه نسبته، لك 2,000 ولي
2000 من الأربعة التي ضحكوا بها على التاجر. واضح الصورة؟ نعم. وانت لك أن تتصور أن هذا إذا سيارة بسعتها إذا بيت بمئتين ألف ويقول بشتريه بثلاثمائة ألف زين ويشتريه التاجر بثلاثمائة ثم بعد ذلك هذا يقول غيرت رأيي، يأتي التاجر يبيع هذا البيت ولا ما يسوى له مئتين، كم خسر التاجر؟ مئة ألف. وقس على هذا قد تكون أكثر أيضا. فمن هنا قام هؤلاء التجار ماذا يفعلون؟ صاروا يضعون لهم مقيمين للأسعار. فأنت أتي تقول أريد أن أبيع هذه السيارة سبعة آلاف، يقول اذهب إلى مقيم السيارة، يذهب يراها يقول لا هذه ما تسوى إلا ثلاثة. قال طيب أنا بشتريها بسبعة، كيف تروح تشتريها بسبعة؟ نحن لا نشتريها إلا بثلاثة، تبي تشتريها بسبعة اشتريها بسبعة من الخارج، لكن أنا كتاجر هذه ما تسوى عندي إلا ثلاثة آلاف. فاضطروا إلى أن يضعوا لهم إيش؟ من يقيم. كذلك البيوت، يأتي يقول أنا بشتري هذا البيت 300 ألف، يقول نروح معك نشوف البيت، عندهم ناس خبراء يعني في البيوت، فيذهبون إلى البيوت يشوف البيت، قال لا ما يسوى 300 ألف سعر السوق، لا، لأن هذا أصلا دلال بيوت، يعني هذا شغلة، يقول لا هذا البيت في هذه المنطقة بهذا الموقع بهذا كذا، واضح؟ يقول لا هذا يسوى 200 ألف. طيب أنا راضي أشتري ب 300 وأعطيكم 350، ما لنا شغل فيك، نحن هذا البيت لا نشتريه إلا ب200. ليش؟ لأن انقرصوا من أناس يعني فعلوا مثل هذه الأفاعيل. يبقى أمر هو أنه يقول للبعض مثلا إذا أنا خونت بهم مثلا اشترى منهم مثلا ذهب قالوا إذا أشتري هذه السيارة بسعرها، ذهب إلى وكالة من الوكالات مثلا بكم هذه السيارة؟ ب10,000. ذهب إلى التاجر قال اشتريها ب10,000 وأنا اشتريها منك بكم؟ قال ب12,000. قال تم. فيتصل هذا البنك أو له خلينا نقول مندوب أو كذا يقول للشركة اشتريت هذه السيارة ب10,000 على أن يبيعها ب12,000، فيقول اشتريتها منك ب10,000. ثم يأتي هذا الطرف الثالث يقول له غيرت رأيي بعد أن اشتراها. فالآن الواقع والعلم عند الله تبارك وتعالى، سألت البعض أن هذا التاجر يعيدها إلى الشركة، يقول الشركة ترى الزبون هون خذوا سيارتكم وتكن البيع ما تم. وغالبا الشركات تقبل ذلك، شركات تقبل ذلك ما عندها مشكلة. فهنا التاجر إيش ارتاح في هذه الحيثية أنه يستطيع يعيد البضاعة إلى صاحبها الأصلي. طيب ليش؟ لأن صاحب البضاعة الأصلي يقول ماذا؟ يقول إذا قلت لا ما أرجعها باكر ما يشتري مني، وأنا مستفيد من هذا البنك أو هذه الشركة أو هذا، أنا مستفيد منه كل بين فترة وفترة يشتري مني 10 سيارات 20 سيارة، لما أقول لا أنا ما أرجع البضاعة خير إن شاء الله، من يجي واحد يقول بشتري سيارة من الشركة الفلانية أما نتعامل معها؟ واضح؟ فهنا التاجر أراح نفسه من هذه الحيثية. المهم أن الناس تغش وهذول يحلون مشاكل وهذول يغشون مشاكل، الله المستعان بين الناس. الشاهد من هذا أنه البيع لازم يكون على بينة، ولا بد يكون يعني بدون غش بين التاجر أو بين البائع والمشتري. فقلنا إذن عندنا بيع المرابحة الأصل فيه أنه مباح، أصل فيه أنه مباح، لكن بشرط أن لا يبيع البضاعة قبل أن يشتريها. واختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يحوزها ولا يجوز أن يبيعها وهي عند صاحبها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، تقريبا شبه اتفاق أن البضاعة هذه إذا كانت طعاما فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يحوزه، يأخذه ثم يبيعه. أما غير الطعام ففي خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه كذلك غير حتى يحوزها، والبعض يسهل في هذا أنه يجوز بيع غير الطعام حتى قبل الحيازة طالما أنه اشترى، والشراء يكون بإيش؟ بعتك واشتريت. البعض يقول ما حول السيارة باسمه، مو لازم تحويل السيارة باسم، هذا توثيق وليس هو البيع. البيع هو بعتك اشتريت، تم البيع. تحويل السيارة باسمه هذا ليس بلازم، هذا توثيق للعقد، توثيق للعقد، فيتم البيع ولو لم يحول السيارة أو البيت أو كذا باسمه، والله أعلم. طيب.
قلنا ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. قال أو بالتحيل على قلب الدين. قلب الدين وهو نقله من ذمة إلى ذمة. قلب الدين نقله من ذمة إلى ذمة وشراء الدين. شراء الدين محرم. إنسان يشتري الدين لأنه يشتريه بأقل. بيع الدين بالدين ورا فيه حديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين ولا يصح الحديث، لكن أئمة العلم متفقون على هذا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، وذلك أنه يأتيه وهذا يحصل يعني في غالب مع الدول. أنا أذكر ما يذكرون يعني كان صحيح ولا لا، يعني حصل في الكويت هذا أن كانت تطالب العراق ب20 مليار بعد الغزو، تطالب ب20 مليار والكويت لا تستطيع أن تأخذ هذه الأموال من العراق لضعفها، كيف لا تستطيع أن تأخذها؟ فجاءت بريطانيا فقالت أنا أشتري ال20 مليار ب10 مليار، أشتري العشرين بعشرة مليار، هذه 10 مليار أنا أخذها من العراق، أنا أدبر نفسي معهم. فهذا طبعا هو إن صحت هذه الرواية، ما أدري عن صحتها، لكن هذه الصورة أن إنسان له دين على شخص ولا يستطيع أن يأخذه منه أو لا يريد أن ينتظر، فيقول له فلان تشتري مني الدين؟ قال على من؟ قال على فلان، يعني بالكاد كل 3 شهور يعطيني 100 أو 200 وأحيانا يفوت، أو هو ملتزم لكن أنا ما أستطيع أن أنتظر كل هذه المدة. فيقول طيب أنا إيش أستفيد؟ ماذا أستفيد؟ أبي أستفيد، أنا ماذا أستفيد؟ قال الدين كله 10,000، أعطني 7 واصبر على 10، أنت تشتري مني الدين ب7 نقدا وأنت تصبر على 10. هذا هو شراء الدين، هذا شراء الدين. فإذا هنا هذا مستفيد اللي أخذ 7 ما انتظر هذه المدة، والذي انتظر واشترى مستفيد، دفع 7 وأخذ مقابلها 10، لكنه في النهاية فيه نوع من القمار، لأن هذا دين قد يسلم قد لا يسلم، يعني في علم الغيب. فالمهم أن هذا محرم ممنوع. نعم. قال أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. التحيل على الربا بالقرض يقول له ماذا؟ يقول أقرضني 1,000 دينار. يقول تعيدها كم؟ قال 1,000. ما يجوز ولا دينار، 1,000 ب1,000 وجزاك الله خير ورايتك بيضة. قال بس عندي شرط. قال ما هو الشرط؟ قال تخلي سيارتك عندي أسبوع أستعملها، أستعمل سيارتك أسبوع، أو أسكن في بيتك شهرا، أو تعطيني مزرعتك لمدة 5 أيام، أو تعطيني الفرس أستخدمه، وهكذا. إذن في النهاية في مقابل ولا في مقابل؟ في مقابل، في مقابل. فهو أخذ قرضا إذن بنفع، أخذ قرضا بنفع، فهذا لا يجوز، هذا ربا. وأما كل دين جر كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ليس بحديث ثابت، هذا ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا وأقرب إلى الموضوع، لا يصح. كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يصح النبي، لكنها قاعدة عند أهل العلم، قاعدة عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولا في الأصل القرض لازم يجر نفعا، كل لازم القرض، ما فائدة القرض؟ لا ينتفع الإنسان، هذا نفع هذا. فعندما أقترض منك 1,000 دينار أقول أريد منك 1,000 دينار وأعيدها لك بعد سنة 1,000 دينار، أنا انتفعت ولا ما انتفعت؟ انتفعت، قرض جر نفعا.
لكنه ما زاد ولا فلسا واحدا، هذا ليس بربا، هذا هو القرض الحسن. فقضية كل قرض جرى نفعا لا يقصد به أهل العلم أنه انتفع يعني بتفريج كربته أو ما شابه، لا يقصدون جرى نفعا أي مالا، جرى نفعا يقصدون جرى مالا. ومن هذا نأخذ أن ما يقوم به الناس اليوم يسمونها الجمعيات هذه، طيب يجتمع مثلا عشرة مثلا يقولون نضع كل شهر، كل واحد فينا يضع كل شهر 1000 دينار مثلا، عشرة كل واحد 1000 دينار، وكل شهر واحد يأخذ 10,000، يستفيد منه، يريد يشتري سيارة نقدا، يريد أن يؤثث بيته، يريد كذا، يستفيد من هذه 10,000. لكن لأن كل واحد فينا لا يستطيع أن يجمع، لكن إذا صار ملتزما بألف دينار شهريا يلتزم، وفي النهاية يكون كأنه جمع 10. في نفع هنا، في نفع أن زيدا يأخذها في الشهر الأول، وعمرا يأخذها في الشهر الثاني، ومالكا يأخذها في الشهر الثالث، وعليا يأخذها في الشهر الرابع، وسالما يأخذ الشهر الخامس، ويوسف يأخذ، واضح؟ يعني في نفع هنا، لكن ما في نفع مادي. أنا دفعت 10,000 وأخذت 10,000، صحيح؟ ما يعني ما دفعت شيئا أبدا زيادة، وإنما دفعت 10 وأخذت 10. فهنا الذي دفع 10 وأخذ 10 انتفع، لكنه ما زاد المبلغ. فالنفع يعني معنوي نوعا ما، أو في جمع المال، لكن ما في فائدة ربوية أبدا. فهذه جائزة لا بأس بها، بل هذه من التعاون على يعني الخير، بدل ما يذهب إلى تاجر يأخذ منه قرضا ربويا، أو يأخذ حتى يسمونها مرابحة أو مواعدة مثلا أو تورقا ويخسر فيه، فهذه بالعكس أفضل ومريحة للناس. وهي قضية الجمعيات هذه ممتازة جدا حقيقة، فإن الناس تتخلص من قضية الربا، أو على الأقل الأرباح الباهظة التي تدفعها. يبقى أمر، وهو لو أن أحد هؤلاء العشرة، أو خلنا نفترض ليسوا عشرة، أكثر، لأن البعض يتكلم أن مثل هذه الجمعيات قاعد تصير بالإنترنت على مستوى واسع، يدخلون فيها 500 300. سمعتوا عن هذا؟ أنا يتصلون علي يسألوني، زين، يقول في الآن عن طريق النت يشتركون 300 مثلا، وكل واحد يحط 100 دينار مثلا ويأخذها، كم يطلع له 100 دينار؟ 30,000 بالشهر، ها؟ يدفع 100 دينار كل شهر، يأخذ كم؟ 30,000. طيب، فهذا ما في بأس، جيد. لكن المشكلة شنو؟ إن في أحد هؤلاء هو الذي يدير ويأخذ من 30,000، يأخذ 300 دينار له، حكم إدارتي. هنا ربا، هنا دخل في الربا. لكن لو كان الذي يدير طرف خارجي غير هؤلاء المستخدمين، طرف خارجي يدير هذا الموضوع، وبناء على خلنا نقول تفرغه لهذا وتنظيمه له وكذا، هو يأخذ مقابل، يعطيه كل واحد مثلا دينارا أو 10 دنانير مقابل إدارته لهذا المشروع، فهذا لا بأس به. أما إذا كان أحدهم هو الذي يدير ويأخذ، هذه فيها صورة الربا، فيها صورة الربا، فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.